طب احنا برضو عاملين لك يا كابتن مفاجاه، مفاجاه حلوه قوي. بس قبل ما نعمل لك المفاجاه، فاكر حد من الصوره دي تاني لو سمحت يا سمير؟ مين في الصوره بقى يا كابتن؟ انا في كابتن رفعت فنجيل اللي قاعد على الكوره، اعتقد هو تاني واحد من هنا. مين؟ اعتقد مصطفى رياض يمكن تاني. مصطفى رياض اه ممكن اه التاني وبعدين كابتن يكن. يكن جنبه ونبيل نصير اللي بعديه، بعد اللي بعديه على طول. ايوه نبيل نصير عشان اقول اللي انا عارفهم بس اللي انا اقدر المحهم دلوقتي. في ناس بقى اتغيرت اشكالها كتير قوي. في الكابتن رفعت فنجيلي قاعد في الوسط اللي قاعد على الكوره. رفعت فنجيلي فكانت صوره. في اعتقد في كابتن رأفت عطيه اللي قاعد جنبك، في كابتن احمد مصطفى. رأفت عطيه واحمد مصطفى. كابتن فاروق السيد بالظبط. على فكره فاروق السيد انا برضه كان شفته. المدرب الفاندر فاندر بتاع فاندر. فاندر بتاع الزمالك. هو كان مدرب نادي الزمالك وهو اللي تولى كان كابتن ميمي درويش كمان اهو. ميمي درويش وفتحي خرشد والاسناوي. لا ده في اسامي خير خرشد وكابتن شاهين طبعا المصري. المصري مجموعه جميله جدا. وكمال عثمان كمان يا كابتن. وكمال عثمان وكابتن سمير قطب. لا ده ايه ده؟ ايه ده؟ احنا ده كنز يا كابتن. بس هي الصوره منها بالابيض واسود مش باينه قوي. كنا لوناها يا كابتن.